يبقى اللي هيخلي عندي الهوموسيستين يزيد عندي في البلد ويسبب لي الهايبر هوموسيستينيميا، ممكن نقص فيتامين بي 12، او في مشكله في الانزيم اللي هو الميثيونين سينسيز، او الميثايل تترا هيدروفوليت ما يبقاش موجود. يبقى نقص الميثايل تترا هيدروفوليت او نقص فيتامين بي 12 او الميثيونين سينسيز انزيم، ده هيؤدي الى accumulation of الهوموسيستين in the blood. كمان نقص فيتامين بي 6 هيزود برضو عندي الهوموسيستين فين في البلد. تمام، والحالة دي بنسميها هايبر هوموسيستينيميا. طيب ايه اللي هيخلي عندي هنا الميثايل تترا هيدروفوليت يقل؟ لو الميثايل تترا هيدروفوليت قل، الهوموسيستين هيزيد ويسبب لي مشاكل في الهارت. طب الميثايل تترا هيدروفوليت ايه اللي هيخليه يقل؟ ممكن يقل عن طريق نقص الفوليك اسيد، لو الشخص ده ما بياخدش الدايت بتاعه ما فيهوش فوليك اسيد، او ما بياخدش مكملات غذائيه فيها فوليك اسيد، فبالتالي الميثايل تترا هيدروفوليت هيقل، فبالتالي الهوموسيستين هيزيد عندي في البلد. في سبب تاني يخلي الميثايل تترا هيدروفوليت يقل، وهو ميوتيشن في الميثايل تترا هيدروفوليت ريدوكتيز، انه يحصل ميوتيشن في الانزيم ده اللي هو بيحول الميثايلين تترا هيدروفوليت للميثايل تترا هيدروفوليت. في الحالة دي الميثايل تترا هيدروفوليت هيبقى قليل عندي، فالهوموسيستين مش هيقدر انه يتحول بشكل كافي للميثايلين، فيحصل اكيوميوليشن للهوموسيستين في البلد ويزود عندي مشاكل في الهارت. هو ده اللي هناخده النوع الميوتيشن اللي بتتم في الميثايل تترا هيدروفوليت ريدوكتيز، بنسميها من نوع سنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم اللي هي السنب، هنشوفها مع بعض دلوقتي. اهم حاجة ان احنا نعرف ان السايكل دي نفهمها كويس، لان هي المحاضرة في السايكل دي بس. لو انا عندي الهوموسيستين زاد هيحصل عندي مشاكل في الهارت. ايه اللي هيخلي الهوموسيستين عندي يقل؟ نقص فيتامين بي 6 ممكن يزود اللي هيخلي الهوموسيستين عندي يزيد ويتراكم في الدم. اذا نقص عندي فيتامين بي 6، اذا نقص عندي فيتامين بي 12، اذا نقص الفوليك اسيد، دول ثلاثة فيتامينز عندي لو نقصوا هيزودوا لي الهوموسيستين فين؟ في البلد. وكمان لو حصل ميوتيشن في انزيم الميثايل تترا هيدرو الميثايلين تترا هيدروفوليت ريدوكتيز والميثيونين سينسيز، لو حصل ميوتيشن في واحد من الاثنين دول هيؤدوا برضو ان الهوموسيستين هيزيد عندي فين؟ في البلد، ويؤدي الى مشاكل في الهارت. نوع الميوتيشنز اللي ممكن تحصل عندي في الميثايل تترا هيدروفوليت الميثايلين تترا هيدروفوليت ريدوكتيز هي من نوع سنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم، ان هي بتبدا تحصل فين؟ في مكان واحد في سنجل نيوكليوتايد في الجين اللي مسؤول عن ذيس انزيم، هو ميثايلين تترا هيدروفوليت ريدوكتيز جين، فبالتالي الانزيم بتاعي الفانكشن بتاعته هتقل. في اكتر من تقريبا 24 نوع من السنب اللي بتحصل في الميثايلين تترا هيدروفوليت ريدوكتيز جين، من اشهرهم اللي هناخده اللي هو C677T، ده اللي هناخده النهاردة ونشوف ايه اللي بيحصل فيه كإكزامبل كده. اللي بيحصل فيه زي ما اخدنا المرة اللي فاتت، ان انا عندي اعرف السنب ازاي، الحاجة اللي بتيجي الاول، يعني هنا حصل ان السي اللي هي السيتوزين، يقصدنا بالسي اللي هي السيتوزين، تم استبدالها بالتي، التي اللي هي الصينين. يبقى انا عندي القواعد النيتروجينية ادينين جوانين سيتوزين صينين، اللي حصل ان هنا هيحصل سنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم، هيحصل ميوتيشن او تغيير في سنجل نيوكليوتايد، النيوكليوتيد هنا هيتستبدل السيتوزين هنستبدلها بالصينين، وهنا هيحصل الميوتيشن والفانكشن بتاع ذيس انزيم هتقل عندي بنسبة كام؟ بنسبة 70%. يبقى الوظيفة بتاعته اللي هتؤديها لو هو بيؤدي وظيفة 100%، التاني اللي هيحصل فيه ميوتيشن او بوليمورفيزم بعد استبدال السي بالتي هيؤدي 25% او 30% بس من الفانكشن.